جاهز اسالك سؤال؟ ماشي تمام. يوم 9/9 بيفكرك بايه؟ نعم، يوم 9/9 بيفكرك بايه؟ 9/9 مش بيفكرني بحاجه الصراحه، يعني ليه التاريخ دوت مش عدى عليك قبل كده؟ 9/9 لا انا مش لاقي في التاريخ عامه، يعني اسئله يعني لو عامه لا لا لو اسئله عامه ماليش فيها. انا عايزك تجاوب يوم 9 سبتمبر دوت موافق ايه؟ حرب، حرب اكتوبر. حرب اكتوبر كانت يوم 9/9 تقريبا كده، كان في سبتمبر تقريبا ولا في اكتوبر؟ لا كان في اكتوبر. الله لا متاكد. طب يوم 9/9 العيد القومي لمحافظه الشرقيه. محافظه الشرقيه؟ لا اول مره، دي معلومه جديده الصراحه، يعني اول مره اعرفها. طب ما تعرفش مين اللي خلى الشرقيه عيد قومي؟ جمال عبد الناصر. طب انا اقول لي طيب انا. لا مش جمال عبد الناصر، فكر كده شويه. مين يعني؟ مين اللي قال لقد خلقنا الله احرارا؟ نعم، مين اللي قال مقوله لقد خلقنا الله احرارا؟ انور السادات. انت من مواليد مركز ايه؟ الشرقيه. فوز. وانت؟ فوز برضه. يوم 9 سبتمبر مفكروش كوش بحاجه؟ عيد ميلاد امك انت. طيب ايه الفكره؟ يوم 9 سبتمبر العيد القومي لمحافظه الشرقيه. ايوه يا لهوي، انا عمال اقول فوز يا لهوي. كان موجود اليوم ده، انا فاكر كان هو اللي مفتتح محافظه الشرقيه. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر مش نزل احمد عرابي صح؟ احمد عرابي. مين اللي قال لقد خلقنا الله احرارا؟ اخوان، احنا كلنا اخوان. كان الشيخ الشعراوي. إيه؟ مين اللي كان قال مقوله لقد خلقنا الله احرارا؟ الشيخ الشعراوي صح ولا صح؟ يا اخي انا كان قلبي حاسس والله، كان قلبي حاسس. محمد مبروك. هو احمد عرابي. الحمد لله الحمد لله والله. يلا انت يوم 9 سبتمبر تاريخ الفكر حضرتك بايه؟ عيد الشرقيه. اول حد يجاوب اللي هو العيد القومي محافظ الشرقيه. مين بقى اللي خلى المحافظ الشرقيه عيد قومي؟ ايه؟ مين اللي خلى المحافظ الشرقيه عيد قومي؟ مين؟ احمد عرابي طبعا صح؟ احمد عرابي هو اللي قام بالثوره دي صح؟ واقف قدام مين بقى؟ مين اللي واقف قدام؟ كان واقف قدام الملك، هو اللي هو الملك خديوي اسماعيل باين صح؟ او خديوي توفيق. او خديوي توفيق. ايوه انا معلومات مش شكرا. السؤال الاول، السؤال سهل قوي. يوم 9 سبتمبر اليوم ده بيفكرك بايه؟ بعيد ميلاد امي. 9 سبتمبر؟ اه. غير عيد ميلاد مامتك بيفكرك بايه تاني؟ ما بيفكرنيش بحاجه. اشمعنى؟ يوم 9 سبتمبر بيفكرك بايه؟ يوم 9 سبتمبر ما بيفكرنيش بحاجه اصلا. ليه؟ ما التاريخ ده ما عداش عليك قبل كده؟ ايه؟ التاريخ ده ما عداش عليك قبل كده؟ عدى بس عادي، هو يوم عادي بعدي وخلاص. اما تفكر كده شويه، يوم 9 سبتمبر ايه المميز فيه؟ المميز فيه يعني اللي هو ايام دروس وببقى مع اصحابي وكده وعادي. تعرفش ان هو العيد القومي لمحافظه الشرقيه؟ لا ما اعرفش. انت مركز ايه؟ مركز فؤوس. يعني انت فؤوس؟ من فؤوس؟ اه. ازاي بقى ما تعرفش ان النهارده ان يوم 9 سبتمبر العيد القومي لمحافظه الشرقيه؟ عشان ما حدش بيفكر فيه اصلا. خالص ما حدش فكر فيه خالص؟ لا. طب مين اللي خلى لينا عيد قومي لمحافظه الشرقيه؟ ما اعرفش. جيم؟ مين اللي خلى لينا عيد قومي لمحافظه الشرقيه؟ ما اعرفش برضه. ليه ما درستش تاريخ؟ درست تاريخ بس ما مرتش عليا. تعرفش ان احمد عرابي هو اللي خلى المحافظه الشرقيه عيد قومي؟ لا ما كنتش اعرف. يوم 9 سبتمبر التاريخ ده بيفكرك بايه؟ 9 سبتمبر التاريخ ده بيفكرني والله ما عارف، مش بيفكرني بحاجه، انا مش عارف النهارده ايه اصلا. 9 سبتمبر 9 سبتمبر بيفكرك بيا ورجاله. مش عارف ليه. مش عارف. انا اصلا بطلع من الشغل على البيت على طول. التاريخ ده مش مميز بالنسبه لك؟ لا. في تصوير يا عم الحاج بعد اذنك. خالص. بعد اذنك متاخر هناك. تحب تعرف ان هو دوت التاريخ دوت سببه ايه؟ ماشي. العيد القومي المحافظه الشرقيه. اه. مين بقى اللي خلى لنا عيد قومي المحافظه الشرقيه؟ والله ما عارف، انا مش لي في السياسه ولا لي في اي حاجه خالص. ما دي مش السياسه، ده تاريخ المفروض تكون انت عارفه من زمان. لا مش عارف وانا. احمد عرابي. احمر ولا ابيض؟ ابيض. ايه؟ ابيض. ابيض ايه؟ لا احمر. احمر. احمر ايه؟ اهلي. انا بقول لك مين اللي خلى اللي محافظه الشرقيه عيد قومي؟ ايه اللي عرفني؟ مش عارف. ليه ما درستش تاريخ؟
لا ما درستش خالص. هو احمد عرابي. ماشي. هسألك سؤال سهل، يوم 9 سبتمبر اليوم دوت بيفكرك بايه؟ لو النهارده؟ لا مش عارف مش عارف. ليه مش عارف؟ بجد والله ما اعرفش يعني. انت مواليد سنه كام؟ 2004. من مركز ايه؟ مواليد مركز ايه؟ مركز فاووس. يعني انت من الشرقيه؟ اه. ايه بقى اللي حصل في الشرقيه؟ هو 9/9 ده بيفكرك بايه بقى؟ ما اعرفش. حد طيب من ال تاريخ قديم؟ ما اعرفش. الحمله الفرنسيه لما عدت من هنا طيب؟ الحمله الفرنسيه جت فاووس؟ لا هي عدت من ناحيه يعني من السمعنه مثلا او حته كده، عدت من الشرقيه. المهم حابب تعرف الاجابه ولا لا؟ اكيد. يوم 9 سبتمبر اللي هو 9/9 عيد القوم المحافظه الشرقيه. عيد ايه؟ عيد القوم المحافظه الشرقيه. تمام تمام. يوم 9 سبتمبر التاريخ ده بيفكرك بايه؟ اللي هو ايه طيب برضو؟ يوم 9 سبتمبر، يوم 9/9 التاريخ ده بيفكرك بايه؟ باللعيبه المصريين، المنتخب المصري فاز بكاس، والله ما فاكر فاز بكاس ايه. في طيب مش فاهم. هو المنتخب المصري طيب فاز بكاسات كتير في مصر، ومنتخب والله بصراحه جميل، بنشجع كل المنتخبات المصريه. منتخب ايه؟ انا بقول لك يوم 9/9 التاريخ ده بيفكرك بايه؟ يوم 9/9 بيفكرك بايه؟ التاريخ ده بيفكرك بايه؟ برضه مش انت مواليد سنه كام؟ انا مواليد سنه كام؟ 2004. 2004. طيب انت من مواليد مركز ايه؟ مركز في ابو كبير. انت من محافظه الشرقيه؟ محافظه الشرقيه مركز ابو كبير. يوم 9/9 بقى بيفكرك بايه؟ والله برضو انا مش فاهم برضو مش فاكر. 9/9 العيد القوم التاريخ دوت بيفكرك بالعيد القومي محافظه الشرقيه. بعيد القوم محافظه الشرقيه. عارف كده ولا لا؟ عارف طبعا. ما قلتش الاجابه ليه بقى؟ ما انا مش كنت متذكر. طيب ما الواحد برضو في دروس مش فاكر والله اسمه ايه دلوقتي. تاريخ يوم 9 سبتمبر بيفكرك بايه؟ مش عارف والله. ليه مش عارف؟ مواليد مركز ايه؟ مواليد ايه يعني؟ 15/8/15/10. طيب انت من مركز ايه بقى؟ ابو كبير. مركز ابو كبير؟ المفروض تبقى عارف تاريخ 9 سبتمبر دوت بيدل على ايه؟ لا ماني ما بحطش الكلام ده في دماغي. ما درستش تاريخ قبل كده؟ خالص. يوم 9 سبتمبر دوت العيد القومي المحافظه الشرقيه. مش عارف والله. طب مين اللي خلى لينا عيد قومي محافظة الشرقية؟ معرفش. خالص ما تعرف؟ ولا ناوي انك تفكر؟ ليه مش ناوي؟ مش بشغل دماغ بالحاجات دي. طب اللي خلى لينا عيد قومي في محافظة الشرقية احمد عرابي. اكيد درستها. اه. ولا مش فاكرها ليه بقى؟ هعمل ايه طيب؟ انا اللي باخده النهارده بنساه بكره. الله. ماشي شكرا. سبتمبر التاريخ ده بيفكرك بايه؟ ايه؟ 9 سبتمبر التاريخ ده بيفكرك بايه؟ التاريخ بيفكرني بايه؟ لا مش عارفه. ليه مش عارفه؟ مش عارفه. مواليد ايه طيب؟ 24/12/2005. طيب يعني انت مركز ايه؟ مواليد مركز ايه؟ مركز ايه؟ يعني ايه؟ يعني فاووس، ابو كبير كده. فاووس. اه. طيب تاريخ 9 سبتمبر مش بيفكرك بحاجه؟ لا خالص. لا درستيش تاريخ؟ طيب درست تاريخ. يوم 9 سبتمبر مش بفكرك بحاجه بقى ان هو العيد القومي لمحافظه الشرقيه؟ لا. تعرف ان محافظه الشرقيه ليها عيد قومي؟ لا والله. مش خالص. لا مش. طب يوم 9 سبتمبر العيد القومي لمحافظه الشرقيه؟ اه لا مش عارفه. ممكن ادنت صحابي. هسالك سؤال سهل، سؤال سهل. يوم 9 سبتمبر دوت بيفكرك بايه؟ التاريخ ده بيفكرك بايه؟ ما بيفكرنيش بحاجه. وانتي؟ ايه ده؟ يوم 9 سبتمبر التاريخ ده بيفكرك بايه؟ مش فاكره. مش عارفه. مواليد ايه طيب؟ ايه؟ مواليد ايه؟ مواليد انا مش فاكره. 24/2 باين كان امتى؟ 5/8. مواليد مركز ايه بقى؟ مركز والله ما فاكره. كان انت ما تعرفيش انت مواليد مركز ايه؟ لا لا مش بركز في الحاجات دي. فاووس ولا ابو كبير؟ لا ما انا مش عارفه انا في القاهره اصلا ولا هنا.
انا حساب امي بقى. وانتي ايه؟ مواليد مركز ايه؟ فاووس. طيب يوم 9 سبتمبر بفكركوش بحاجه خالص؟ يوم 9 سبتمبر بفكرك ايه؟ عيد القانون الشرعي. اه صاحبتك عارفه. اه صاحبتك جاوبت وانت مجاوبتيش. انت قاعده عيد. طب مين بقى اللي خلى عيد قوم محافظه الشرقيه؟ استنى ينفع اسالها؟ سبتمبر بقى ده التاريخ ده بيفكرك بايه؟ التاريخ ده بيفكرك بعدها باي حاجه. ليه؟ هو 9 سبتمبر 9/9 بيفكرك بايه؟ بيفكرني بحاجه ماليش اي حاجه فيه. مش ليكي انت. هو حاجه في ال 9 منا. لا مش عارفة. لا مش عارفة حاجة في الدولة يعني. لا مش عارفة بصراحة. عيد القوم المحافظة الشرقية. مش جاية محافظة الشرقية قريب. جاية محافظة الشرقية قريب. طب مين اللي خلى المحافظة الشرقية عيد قوم طيب؟ مش عارفة. إذا أنت بتسأليني السياسة يا ستي. لا مش سياسة ده تاريخ أنت أكيد أخدتيه. لا لا مش فاكرة. أنا علمي علوم. ما أخدتوش خالص في إعدادي؟ لا مش فاكرة. أحمد عرابي ماله. خلاص.